عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، جوله جديده من جولاتي هنا في شغل مطاعم. معاكم ايمي من قناه ايمي وهنونه. النهارده ان شاء الله هنعيش تجربه جديده هنا في مطعم ستومك. زي ما انتم شايفين مطعم ستومك هنا في الحصري في 6 اكتوبر، زي ما احنا شايفين كده ستومك برجر وفرايد تشيكن. هنشوف مع بعض بقى بيقدموا ايه. يلا بينا نعيش تجربة جديدة. بس قبل ما ابدأ الفيديو بفكركم باللايك للناس اللي دايما بتنسى تدعمني باللايك. يا جماعة من فضلكم حطولي لايك علشان الفيديو يترفع، ويلا بينا نعيش تجربة جديدة مع بعض. احنا هندخل مع بعض كده المطعم من جوه نشوفه ونتعرف عليه. الحقيقة اول مرة اجي هنا، بس سمعت عنه يعني، ناس كتير قالوا لي ان هو مطعم كويس. ده الصورة زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي بقى هنا معانا الشيف حسين هيعرفنا بالمكان. السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله. انا سمعت عن ستومك كتير. طبعا ما بقالكوش مده كبيره، بس ما شاء الله اسمكم هنا يعني بقى معروف جدا في منطقه اكبر، وتحديدا هنا في الحصري. فاستاذنك بقى تعرفنا بقى انتوا بتشتغلوا في ايه والحاجات المميزه اللي عندكم. انا اسمي حسين، احنا بقالنا حوالي 8 او 9 شهور فاتحين. 8 او 9 شهور بس؟ بالظبط. بفضل ربنا احنا الحمد لله يعني حققنا انجاز في 8 9 شهور دول. وما كانش في فرع هنا؟ لا، ده اول فرع افتحه هنا ستومك، فرع اكتوبر. فرع اكتوبر. الحمد لله ان احنا يعني قدرنا بفضل ربنا نحقق نجاح كبير. معانا فانز كتير بتوعنا في المكان، وطبعا الناس دي كل يوم بتجي لنا هنا. بفضل ربنا ان احنا شغالين، طبعا بفضل ربنا ان احنا شغالين بامانه، بنحاول ان احنا نطلع المنتج للناس باطفال. احنا كلنا تيم الحمد لله شغالين مع بعض عشان نقدر نخدم العملاء. تمام، زي ما احنا شايفين الزحمه اهي. خلينا بقى نشوف، ندخل وتعرفنا، ندخل المطعم وتعرفنا على الحاجات اللي احنا شغالين فيها. مع بعض دلوقتي بقى ندخل جوه المطبخ عندهم. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا جايه على غفله، يعني مفيش اي ترتيب مطبخ. انا جيت قلت لهم هصور. السلام عليكم. معلش بقى احنا كده على غفله كده بقى. افتح الشغل اللي عندكم. شغالين ساندويتش، وشغالين بروست وسكريبتات. بروست؟ وسكريبت. وسكريبت. دي شاورما؟ السلام عليكم. دي شاورما؟ ايه تاني شغالين فيه؟ ساندويتش. هنا الساندويتش. ده برجر مش كده؟ ده تشيكن. تشيكن؟ كل اللي عندكم تشيكن؟ تشيكن. مفيش لحوم خالص؟ مفيش لحوم خالص. تمام. انا ده الساندوتش. ممكن على مصطفى تشرح لنا مكونات الساندوتش بتبقى ايه واسمها؟ اهلا وسهلا يا بيج ستومك. بيج ستومك؟ بيج ستومك. بيج ستومك تمام. ده المكونات بتاعته، بياخد داون تمام، بياخد مايونيز، خس، طماطم، خيار، بياخد اربع قطع صدور، بياخد صوص باربيكيو، صوص تشيز. كل الحاجات دي في ساندوتش واحد؟ كل الحاجات دي في ساندوتش واحد. بياخد شريحتين، شريحتين بيج. لا احنا نطبقها بقى مع بعض ونشوفها عشان اقدر استوعب ان كل ده بيتحط في سندوتش واحد. والاسعار بقى عندكم اخبارها ايه؟ الاسعار؟ الاسعار عندنا يعني حاجه رخيصه جدا. احنا بنقسم عامه الشعب كلها. والله ان الطبقه يعني من تحت الصفر اللي فوق، يعني عندنا كل اللي الناس بتاكل عندنا بفضل ربنا. يعني بنحاسبه كل الفئات. بالظبط. والله كويس. وعندنا البصل، شغالين بصل لسه جديده جميله جدا. بصل؟ مكرونه تمام، عباره عن تشيكن وعن مكرونه وعن قطار. عندنا صوص ريد وصوص مشروم وصوص وايت، حاجات جميله جدا. كل الحاجات دي انتوا دخلتوها بعد لما فتحتوا؟ بالظبط. بقيتوا تشوفوا السوق حواليكوا عايز ايه والناس طلباتها ايه، فعشان كده دخلتوا الحاجات دي؟ يعني مش من اول ما فتحتوا؟ لا، احنا حاولنا اشتغلنا شويه يعني، الحمد لله كرم ربنا ان احنا قدرنا نعمل كل الكلام دوت. ان احنا بس بنخاف على العميل، يعني احنا لازم نعامل الاول ربنا، وبنعامل العميل بما يرضي الله. يعني لازم اطلع له المنتج بتاعي يكون نضيف مليون المية. ربنا يكرمكم يا رب. الحمد لله. وقدرنا نعمل بيتزا، شغالين بيتزا. تمام. هنتفضل نشوف الساندوتش مكوناته. تمام. ده بتديله طبقه كده بتشويل قوي كده على الجريلا.
ده مايونيز. ده مايونيز. ده سانش سبايس. ده ايه؟ سانش بيك فاير سبايس. تمام. ده سبايسي. ده الكابوتشا. بيجي الصوت بياخد باربيكيو. باربيكيو صوت. والسبايس بياخد ايه؟ بياخد البيت. ده ايه ده؟ ده صوت جبنة. صوت جبنة. السبايس بياخد جبنة سبايسي بس. جبنة سبايس. صوت جبنة سبايس. بعد كده بيجي الصوت بياخد شرحتين البيكون. بيك فاير بياخد شرحتين تركي. شرحتين ايه؟ تركي. تمام. ده لحم تركي. شايفين يا جماعه الجمال تحفه جدا يعني. هو كل ده واحد فعلا. ده مين يقدر يخلصه ده؟ ما شاء الله. ده كده خلص واحد وده التاني. ده برده هيبقى واحد برده مش كده؟ ده بس الواحد ياكله ازاي ده؟ سعره كام السندوتش ده؟ ده 63. حلو جدا فعلا؟ بس؟ حلو جدا جدا، تسلم ايدك. لا انا خلصت مش قادر. حضرتك يا شيف، ايه اكتر حاجه مطلوبه عندكم؟ اكتر حاجه عندنا السندوتشات والبروست. احنا بنعمل تتبيله جميله جدا في السبايسي عندنا الاوريجينال. وعندنا السندوتشات، عندنا بيج والبيك فاير، حاجات جميله جدا يعني. يعني دي اكتر حاجات مطلوبه عندكم؟ احنا عندنا كله مطلوب بفضل ربنا يعني، مفيش حاجه عندنا بتقعد، كله عندنا شغال الحمد لله. انا الحمد لله. انا سمعت ان انتوا بتعملوا احيانا مسابقات كمان، كلمنا عنها. تمام. عندنا مسابقات بتبتدي من البورد. عندنا ساندوتش اسمه برج خليفه، ده طبعا الدكتور برج علي خليفة. الدكتور علي هو اللي بيعمل المسابقه دي، هو اللي عامل. دكتور علي غسلان طبعا هو يعني الاونر بتاع المكان برده. هو الاونر بتاع المكان وهو يعني اللي مدلعنا بصراحه. بيعمل احيانا على المسابقه بتبقى على 10,000 جنيه على الساندوتش اللي هو البرج خليفه. بتبقى المسابقه اللي بياكل البرج ب 15 دقيقه بيبقى بيكسب معانا 2000 جنيه في العادي. ساعات الدكتور بيخليها 10,000 جنيه فعلا. ايام فعلا. في حد بيقدر؟ ناس كسبت كتير يعني في ربع ساعه بس. ربع ساعه 15 دقيقه على الانستجرام. في ناس كتير كسبانه ورفع المسابقات بتاعتها وهي بتاكل كمان. ده الواحد يقعد قبليها بكام يوم ما ياكلش عشان يقدر يخلصه؟ ثلاث ايام كده. بيبقى كم بيبقى مكون من كم طبقه؟ من 8 طبقات زي اللي احنا شفناها كده. 8 طبقات. تمام. كتير قوي. مايونيز وخس، وتبقى قطعتين فراخ تشيكن كل طبق. تمام. وده بتعملوها كل قد ايه المسابقه دي؟ المسابقه كل يوم في العادي في الاوريدي هي شغاله كل يوم على 2000 جنيه. احيانا الدكتور علي بتضرب في دماغه بيخليها 10,000 جنيه وخليها 15,000 جنيه. لكن هي موجوده اوريدي كل موجودة يوم. لو اي حد عايز يدخل مسابقه دلوقتي حالا حد جه على الكاشير طلبه حالا هعمله ده لحضرتك وهطلبه. بنشوف بقى. ثمنها كام؟ ثمن الساندوتش 295 جنيه بعد الضريبه كمان. 295 ده طبعا لو ما كسبش. بالظبط. لو كسب بياخد حق الساندوتش بياخد 2000 جنيه. كمان ده غير حق الساندوتش فعلا؟ كم واحد كسب مثلا يعني؟ حوالي يعني من ساعة ما فتحنا حوالي 4-5 كده. ده ما شاء الله تلاقيهم بقى ايه يعني اكيل. حاجات يعني ناس اكيله يعني. ما شاء الله. ناس متخصصه في المسابقات اصلا يعني. والله ناس تخصصها مسابقات وعلى اليوتيوب بييجوا يعملوا زي تحدي يعني كتير. زي تحدي بالظبط عشان يشوفوا نفسهم يعني هيكسبوا ولا لا. اكل قد ايه. تمام ما شاء الله. ما شاء
شايفين بقى الحاجات اللي هم شغالين فيها. دي صدور الفراخ المقلية بالظبط، ده البانيه، ده البانيه المقلي. عندنا كل حاجة بنشتغل قدام، احنا شغالين قدام الجيست عامة. يعني لو حد جه قال لي من الجيست انا هخش المطبخ دلوقتي شوف شغالين ازاي، انا هفتح له الباب واقول له اتفضل حضرتك شوف احنا شغالين ازاي. ما شاء الله، يكفي ان احنا فعلا جايين لكم على غفلة، ويعني انتوا دخلتونا المطبخ ومش اي حد بيعمل كده، لما يكون حد واثق فعلا من نفسه ومن الحاجات اللي شغال فيها. ربنا يكرمكم. بنحب الشغل اللي احنا شغالين فيه بجد. احنا معانا ناس، يعني الامارات اللي عندنا مش بيعاملونا انتوا ناس شغالين معانا، هما بيعاملونا انتوا ناس صحاب مكان. يعني ما شاء الله ده اللي بيخلينا شغالين بامانه في الشغل وباخلاص. يعني الناس بتعاملنا انت صاحب المكان، انا مش موجود انت صاحب المكان، انت بدالي بالظبط، انت بدالي موجود مكاني. هو ده بيخلينا بس نراعي ربنا ان الناس دي مامنه. يعني وده شيء جميل، روح التعاون اللي بينكم من الاونر، يعني احنا مالناش حد اقل حد، احنا كلنا لينا دور واحد ما شاء الله عليك، كلنا لينا دور وكلنا لينا مكان، ده اهم حاجه. ما فكرتوش بقى تفتحوا فروع تانية؟ ان شاء الله عندنا فرع كمان كام يوم ان شاء الله هنعلن عنه في مدينه مصر ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك باذن الله باذن الله ان شاء الله. طبعا يعني الحاجات دي فقط وحصري على قناه ايمي وهنونه، دايما بنحب نقدم لكم كل جديد ومفيد كمان. حضرتك يا شيف حسين، دلوقتي في مطاعم كتير جدا شغاله هنا في اكتوبر تحديدا في الفرايد تشيكن، تمام؟ ايه اللي بيميزكم بقى عن اي مطعم تاني؟ يا فندم، هو احنا اللي بيميزنا يعني عن المطاعم التانيه ان احنا جوده المنتج بتاعنا، احنا ما بنجيبش خامه او كواليتي قليل. يعني احنا بصراحه لما بنيجي بنشتغل في اي حاجه بنجيب بننقي الكواليتي بتاعنا الاحسن والانضف واللي هو اللي ينفع اطلعه للجسم. بنشتغل بدريسنج عالي، بتتبيل عاليه في التشيكن بتاعنا، تمام؟ مش اي تتبيله. يعني احنا بصراحه بنعمل خلطه جميله جدا، ودي اللي بتفرق عن اي حد. يعني التست بتاعكم التشيكن بتاعنا جميل جدا. احنا بنختار الشركات اللي احنا بنشتغل معاها اصلا في التشيكن. والله ما شاء الله. طيب التشيكن بتاعتكم بقى مجمده ولا يعني احنا فريش؟ فريش، كل حاجه بنجيبها فريش. يعني الفراخ عندنا بنشتغل فريش، البانيه فريش، الاستريبسات كلها فريش، كل حاجه عندنا فريش. مواعيدكم ايه بقى؟ شغالين من كام لكام؟ مواعيدنا الرسميه احنا بنشتغل من 9 صباحا لحد الساعه الشفت الاول لحد الساعه 7، بنشتغل من 7 لحد الساعه 3 بالليل. بس اوردر عندنا الساعه 3. الساعه 3 ده اخركم كل يوم؟ كل يوم كده؟ طبعا. سمعت ان انتوا برضو بتعملوا عروض على يعني الطلبات. عندنا عروض ايه بقى؟ على السينما. عرفنا. عندنا الساندوتش اللي حضرتك شفتيه اللي هو البيج او البيج فاير، اي ساندوتش بيبقى طبقتين. بيبقى معايا تذكره سينما وتذكره سكيتنج. تذكره سينما وتذكره سكيتنج وتذكره سكي 90 جنيه قبل الضريبه. الساندوتش ده ب 90 جنيه قبل الضريبه؟ تمام. بيبقى بعد الضريبه بيبقى ب 102، بيبقى معاه تذكره سينما وتذكره سكيتنج. والله تمام فعلا. وليها مده معينه؟ ليها 3 ايام من تاريخها يا فندم. 3 ايام، ده حاجه جميله جدا جدا برضو. والبسطه كمان عندنا البسطه عليها عرض. عندنا البسطه بتبقى ب 80 جنيه قبل الضريبه، وعليها تذكره سينما وتذكره سكيتنج كمان. ما شاء الله، شيء جميل جدا. نصور بقى الحاجات الجميلة دي اللي الشيف بيعملها. دي جبنة ايه؟ سلايس. سلايس؟ شوف جبنة فوق ايه؟ جبنة سلايس؟ عندكم كذا نوع من انواع الدريسنج؟ دريسنج؟ في كذا نوع من انواع الدريسنج ولا هو واحد؟ شغالين كنوع دريسنج جبنة. احنا شغالين بجبنة سلايس. سلايس شيدر، وشغالين بجبنة شيدر. هي جبنة سايحة. تمام. وشغالين وعندنا برضو البيف، شغالين بيف. تمام. وشغالين تركي. تمام. كل ده على الساندوتش. وشغالين موتزاريلا. يبقى كل ده على الساندوتش. ما شاء الله. دلوقتي بنشوف اهو الشيف هو بيجهز الاوردرات. ده اللي معاه تذكرة سينما وتذكرة سكيت، هو ده؟ بالظبط. اي حد يطلبه ياخد على طول التيكت ده، التذكره والتذكره السينما. طب السينما على فيلم ايه؟ يعني في افلام معينه ولا على ايه؟ كل الافلام عندنا ما عدا الافلام اللي بتبقى يعني لسه متجدده عندنا مش موجود في العرض. عندنا كل الافلام موجوده في العرض. كل الافلام اللي موجوده عادي في السينما؟ كل الافلام انت بتروح حضرتك بالتذكره بتديها في السينما، بيقول لك اتفضلي، هو فيلم لسه متجدد مش موجود عندنا.
تمام. بيبقى خلال ايام وبيبقى فيلم موجود في العرض يعني. تمام. الوقت بتاعه. احنا بنشكرك جدا يا شيف حسين، ما بخلتش علينا باي معلومه بصراحه، استقبلتنا يعني وسمحت لنا ان احنا ندخل المطبخ. والله ربنا يكرمك. ان شاء الله هنستناكم في مدينه فاصل. ان شاء الله باذن الله. وطبعا قبل ما نمشي هنجرب الحاجات بتاعتهم، بما اننا اول زياره لينا هنا في مطعم السمك. هنشوف مع بعض بقى ايه اكتر حاجه بتتقلب هنا عندهم. تابعونا. زي ما احنا شايفين كده الزحمه اللي على الكاشير هنا، الكاشير وطبعا برضو استلام الاوردرات من هنا. وعايز اقول لكم برغم الزحمه اللي انتم شايفينها الا اننا اصلا جايين يوم في وسط الاسبوع، ما بالكم بقى خميس وجمعه بيقولوا يعني بيبقى زحمه جدا جدا ما شاء الله يعني. في قاعده كمان بره هنشوفها مع بعض عشان طبعا يستوعبوا عدد الناس الكبير ده. اهي دي القاعده بره وده المكان بره. دلوقتي بقى انا دخلت تاني نشوف هنطلب ايه مع بعض هنا من عند السوق. وده كده الاكل اللي احنا طلبناه زي ما احنا شايفين. دي باستا بالوايت صوص، وعندهم كمان بالريد صوص بس انا بفضل بالوايت صوص. ودي الفرايد تشيكن بتاعتهم ستريبس، ودي الفرايز اهي زي ما احنا شايفين. طبعا الاكل كله شكله يفتح النفس، انا لسه ما دقتش اي حاجه بس الاكل شكله يفتح النفس. وهنا الرز البسمتي، ودي البطاطس بصوص الجبنه، وطبعا سلطه الكول سلو، وكمان طبعا سندوتش البيج سمك. سندوتش بيج السمك ده ما ينفعش حد يجي مطعم السمك لازم الا لما لازم يجرب السندوتش بتاعهم الفظيع ده، بيتقدم مع البطاطس ومع الكولا. ودي التومية والعيش. طبعا هسيبكم بقى وهدوق الاكل ده كله، وبعد كده هقول لكم رايي فيه، وكمان هقول لكم المنيو بتاعه ايه علشان لو اي حد حابب يزور المطعم ده تبقوا عارفين كمان الاسعار. لا انا خلصت مش قادر. دلوقتي بقى احنا خلاص خلصنا اكل، الواحد بصراحه مش قادر يعني، الاكل تحفه جدا. عايزه اقول لكم المكرونه اللي بالوايت صوص تحفه جدا جدا، هي فيها طبعا قطع فراخ من جوه طعمها خطير بجد، بس انا يعني فعلا مش قادره خالص، فقلت بقى ان شاء الله اكمل الاكل ده في البيت. وبرده الفرايد تشيكن حلوه جدا عجبتني، وكمان التتبيله بتاعتها مميزه ومقرمشه جدا جدا. طبعا خلصنا اهو كل الاكل. وعايزه اقول لكم توابل البطاطس بقى كده حاجه وهم، بس هم طبعا يعني ايه ما بيرضوش يقولوا على سر التوابل دي، بس طعمها خطير جدا التوابل محطوطه على البطاطس بتاعتهم. وخلصنا هنا البطاطس اللي صوص الجبنه برده خلصناها. دلوقتي بقى نشوف مع بعض المنيو علشان لو حابين تعرفوا الاسعار وتاخدوها سكرين. زي ما احنا شايفين دي الاضافات كلها، ودي وجبات الاطفال اهي 14% ضريبة، وده عنوانه 6 اكتوبر الحي الاول المجاورة الثانية بجوار فندق ريو امام جامعة 6 اكتوبر. ودي ارقام التليفونات، وده الساندوتش اللي هما مشهورين بيه جدا جدا بيج ستومك اهو.
ده بقى الاسعار بتاعه السندوتشات بتاعتهم. بيج ستومك اللي احنا طلبناه اهو ب 55 جنيه، وده ستومك العادي 45، وهي الاسعار كلها. دلوقتي بقى خلاص كده خلصنا تجربتنا هنا في مطعم ستومك ب6 اكتوبر زي ما احنا شفنا مع بعض، وقلت لكم رايي فيه بكل صراحه. مكرونه فعلا جميله جدا جدا، والفرايد تشيكن. الرز يعني ما عجبنيش قوي، عادي يعني، الرز بتاعهم عادي يعني، ما طعمه عادي، انما المكرونه والباستا تحفه جدا. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، وانتهت تجربتنا في مطعم ستومك بالحصري. اتمنى ان شاء الله ان التجربه النهارده تكون افادتكم والفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير واشتراك في قناتي اللي يشوف القناه اول مره، ومستنيه تعليقاتكم على الفيديو ده، عايزه تعليقات كتير جدا جدا. وان شاء الله انتظروني بقى في فيديوهات كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.